أعلنت منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ الدولية بسبب انتشار فيروس كورونا، وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم في مؤتمر صحفي بمقر منظمة الصحة العالمية بجنيف بعد اجتماع عاجل للجنة الطوارئ أن الفيروس يشكل حالة طوارئ ذات بعد دولي، وسرعة انتشار المرض تفي بمعايير لإعلان حالة الطوارئ الصحية في جميع دول العالم. I'm declaring a public health emergency of international concern over the global outbreak of novel coronavirus. The main reason for this declaration is not because of what is happening in China, but because of what is happening in other countries. ونفت المنظمة أن يكون إعلانها لحالة الطوارئ الدولية بمثابة تفويض لسحب الثقة من الصين، بل لا تزال المنظمة واثقة تماما من قدرة الصين على السيطرة على هذه الفاشية. وأعلن المدير العام للمنظمة في بيانه الصحفي عن 89 حالة في 18 بلد خارج الصين، من بينها 8 حالات انتقال فيروس بين البشر في 4 بلدان، وهي ألمانيا واليابان وفيتنام والولايات المتحدة الأمريكية. The emergency committee almost unanimously concluded that it was now time to suggest to the DG of WHO that the novel coronavirus outbreak is a public health emergency of international concern. Considering first the increase in the number of cases in China, second, the increase in the number of countries affected with cases, and also that some countries have taken questionable measures. وأكدت المنظمة التزامها بتقديم العون الفني والتقني للدول التي تواجه هذا الوباء وتسخير شبكاتها وخبرائها لاحتواء هذا الوباء، ويؤدي الإعلان عن حالة الطوارئ العالمية إلى تقديم توصيات إلى جميع البلدان بهدف منع أو الحد من انتشار الأمراض العابرة للحدود، مع تجنب التدخل غير المبرر في التجارة والسفر. المخاوف الدولية للانتشار السريع لفيروس كورونا أجبر منظمة الصحة العالمية لإعلان حالة الطوارئ. طه يوسف حسن، قناة الإخبارية، منظمة الصحة العالمية، جنيف.